السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا جلتشات غريبة ومفيدة في سلسلة جي تي اي وستساعدك في اللعبة. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي وأذكر الله وأشترك في القناة ولا تنسى اللايك على هذا الفيديو. وأهلا بكم يا أصدقاء معكم. وهيا بنا فلنبدأ. 1. وهو أسهل طريقة لكسب المال في جي تي اي 3 بدون أي كلمات سر. ولكن هذا يعمل فقط على النسخة القديمة وتحديدا نسخة البي سي، ويجب أن يكون لديك ميزة الريبلاي في اللعبة. أولا، يجب عليك أن تركب شاحنة المطافي ثم تبدأ مهماتها عن طريق زر الكابس لوك. وعندما يظهر مكان الحريق على الخريطة أضغط زر الريبلاي وهو F1 مرتين. وعندها ستلاحظ أنك نجحت في إطفاء الحريقة وأنت في مكانك. وكرر هذه الحركة وستأخذ نقود كثيرة جدا، ما يقارب 40,000 دولار، وأنت في مكانك. 2. وهذه المرة ستكون طريقة شراء أي مبنى بدون دفع أي دولار، ولكن لكي تعمل هذه الطريقة لديك يجب أيضا أن تكون النسخة القديمة ونسخة البي سي ويكون بها ميزة الريبلاي. لكي تطبق هذه الطريقة يجب أن يكون لديك مبلغ المبنى كما ترون. وإذا كان لديك المبلغ، اذهب لأيقونة المنزل واضغط تاب لشرائه، وفي نفس الوقت اضغط معها زر الإعادة F1 مرتين بسرعة. إذا طبقناها بطريقة صحيحة سيتم شراء المبنى بدون دفع أي نقود، ولكن ستكون الأيقونة بهذا الشكل الغريب. لكن لا تقلق، لن تؤثر عليك في اللعبة وبإمكانك الحفظ به بكل سهولة. 3. ستكون أيضا في فايس سيتي، وهي طريقة لأخذ أسلحة تحديات القتل للأبد الذي نزلنا عنها فيديو قصير من قبل، وستكون لك شخصيا في اللعبة وبطلقات لا نهائية وببلاش. والطريقة هي أن تختار أي تحدي تريده، ولكن يجب أن يكون التحدي بعيد عن مكان الحفظ. فمثلا أنا اخترت هذا التحدي في هذا المكان. ولكي تطبقه اذهب لأيقونة التحدي، وأول ما يعطونك السلاح اضغط F2 وبعدها اضغط Start، وأعمل لود جيم للمكان الذي تريد أن يكون معك السلاح فيه. وعند دخول اللود جيم اضفت زر الإعادات المسجلة F3، وعندما تظهر لك الإعادات انتظر اللقطة الذي تأخذ بها السلاح في التحدي واضغط F3 مرة ثانية، وستلاحظ أن السلاح أصبح معك. ثم انتظر حوالي 10 ثواني ثم اضغط F3 مرتين وستلاحظ أن السلاح أصبح معك بطلقات لا نهائية. حرفيا أسلحة لا نهائية وستبقى معك للأبد. حركة مفيدة جدا في اللعبة. 4. سيكون هذا السر في سان أندرياس، وهو عندما تقوم برمي قنبلة غاز على أي شخص من عصابة الجروف ستريت، وفي نفس الوقت الذي يختنق فيه قمت بالتوجيه عليه وضغطت حرف الجي لتعينه وهو يختنق، سيستمر في أنيميشن الاختناق للأبد، وسيقوم برقصة غريبة تشبه صحبة مايكل. 5. الطريقة الوحيدة لإيقافه هي عن طريق ضربه، وسيعود طبيعي مرة ثانية. وهنا نكون وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم.
ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لكي نصل إلي أكبر عدد من المشتركين في أقرب وقت. وكان معكم النصر، ومع السلامة يا أصدقائي.